الرياضي بشكله المعتاد والمعروف. ترجع على طول بركات يا ولد العيبالة، بركات محمد، بركات محمد، بركات فين جده، فين جونيور، يلعب على طول مع الجبل يسرى ابو تريكا، ابو تريكا حط الجديد يا ولد العيبه، تريكا في المقاس في الكره عرضيه، الهدف الاول جميل عالمي، يا سلام عليك يا اهلي، الله الله على الجمله، لما اشوف الرجل اللي كلها بركه بتاعت ابو تريكا، حاطط كره جميله، واحمد شديد قناوي ابن المنطقه دي، ابن المنطقه الجبل يسرى، احمد شديد قناوي يلعب كروس باس جميل، وجونيور وجونيور يعلن عن اول اهداف اللقاء واول توقيع لجونيور، وتواجد طبعا برادلي. لما اشوف الجمله الحلوه والمساعد ممتاز، المساعد الاول بشير حساني، والكروس باس ملعوب، ورأسيه جونيور تعلن عن اول اهداف النادي الاهلي، النادي الكبير اللي بيسعى من خلال بوابه الكره الحربيه لتخطي البن الاثيوبي. اذا مباراه حلوه من البدايه، وكروس باس جميل، نموذج من شديد قناوي، ورأس ولا في الاحلام شديد قناوي، تمشي الكره لتريكا، ابو تريكا يحط النادي الاهلي لتحت، تمشي الكره عن طريق بركات، تسديده لكن ضعيفه، مفيش اوفسايد، ركله جزاء ممتازه سليم جديد، ركله جزاء، هو ده الكلام ولا بلاش، هو ده الكلام ولا بلاش. اذا جونيور يعمل حسنة المباراة ويطرد هنا سليم الجديدي، يطرد اللاعب بتاع مدافع القلب، يمكن هنشوف هل ممكن تصفاي بيكلي باسا ولا مين، هنشوف هل تصفاي بيكلي باسا سليم الجديدي، والمدافع هنا او لاعب رقم 12 هنا سيساي ديمسي جبري، يخرج ديمسي جبري، يخرج سيساي ديمسي جبري، يطرد حكم اللقاء سليم الجديدي، الحكم الدولي قبل الناحية الفنية ابو تريكا، الاخلاق موهبه، وابو تريكا نجم النادي الاهلي، ابو تريكا، ابو تريكا عالمي يا تريكا، عالمي يا تريكا، ممتازه ممتازه ممتازه، ابو تريكا حلواني النادي الاهلي، حلواني زمانه هو ابو تريكا، حلواني زمانه هو ابو تريكا، يا سلام عليك يا تريكا، الله عليك يا ابو حميد، ممتاز محمد ابو تريكا، يسجل هدف التعزيز لصالح النادي الاهلي. اذا في مرمى اونيانجو الاهلي يعني يبتسم ليه مره ثانيه الاهداف، او تبتسم وتتهز شباك يعني شباك اونيانجو بهدف جميل جدا جدا عن طريق القدم اليمنى لاحد الاسماء العظام في تاريخ النادي الاهلي محمد ابو تريكا، ممتازه ممتازه ركله جزاء، في شخصيتك وتاريخك الكبير في بطولات 122 بطوله، زي ما انت عايز تقول تقول في كل البطولات، اغرف وشوف وناول تصل الكره تاني جديد قناوي، هوبا كره الثالث مهاره اهلاويه، هوبا يا عم جونيور يا ولد العيب، التالت عالمي، سلام عليك يا جونيور، جونيور جونيور جونيور، وتريكا يا حبيبي يا اهلي، الله عليك يا اهلي، الله عليك يا اهلي، لسه احنا بنغازل الاهلي في بطولاته، بنغازل الاهلي في صولاته، ثم على طول جونيور يطلع اللعيبه المدافعين دول كلهم من اللعب، شوف عمل الكرة حلوة جونيور الحقيقة، سامحه بقى كابتن رمضان خلاص، آخر 13 دقيقة وجونيور يعمل كرة حلوة، بص شوف الإعادة، هات المخرج تاني، شوف الكرة، وأدي اللاعب شديد قناوي رقص الدنيا كلها، ثم واجه القدم، ثم جونيور لفة جميلة، هو عارف إن أبو تريكا هنا، عشان كده الكل توقع إن جونيور يسدد، ولكن جونيور يعمل الخيال ويعمل الإبداع ويعمل ما لم يتوقعه لا معلق ولا محلل ولا مقدم ولا مدافع ولا حارس ولا حتى واحد في مدغشقر، كرة جميلة جميلة، الأهلي يسجل هدف ثالث، يبدأ عن طريق هدف ثاني على التوالي.